السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ذا المدرب، وين تحدث عن تمديد العقد الذي يربطه بالاتحادية، وين حيث اعترف بأنه سيوقع على تمديد العقد وين قريبا، وانه لا يزال يريد الفوز بالالقاب مع الخضر. اما التاهل لكاس العالم لا يريد الحديث عنه، لانه لا يزال بعيد بالنسبه له بعد ما كان يعني يتكلم على جلب كاس العالم. يعني قالها في 2014 قال، بس على روك هذه شويه نقصت هذيك الشوكه، هذيك شويه انقطعت، ما بقاتش هي باش يكون على بالكم. خاطش علاه جامي هضروا مع المدرب تاع البرازيل كونت البرازيل كونت غانا، الصحافي عاود له قال له على راهي راهي راه دايرها الاخر تاعنا محسن هو اللي دايرها. صحافي برازيلي وقيلا قال له كاس العالم في قال له ما نجموش نهضروا حتى الدوزيام تور. شوف الناس اللي شحال باقي شهر، راه باقي شهر. قال له ما نجمش نهضر معاك حتى على الدوزيام تور. حنايا في 2019 ما داروا قرعه، ما داروا كاليفيكاسيون تاع الاخر، ما زال كاع قال لك نجيبو كوب دي موند. هي لا ولا والناس يا ولدي ارتبوه، يا ولدي ارتبوه ارتبوه. جا واحد سكر جي 9 ايام ربحنا وراحه، 9 ايام برك ربح وراح، 9 ايام الناس من 2019 2020 يقصفوا عاير دير منا دير غادي نروحوا غادي منا كي نسموها كي نديروا لها كي نديروا لها. جا سكران كان راقد في لوط، كان بايت في لوطير مع الرقاصات يرقصوا قدامه. جا ايطو خرجوا قال له وين، قال له لا ما نروحش للدار، قال له تروح تلعب كونتر اروح تشوف اروح قال له حاجه منا ماركا البنت. شوفو تشوميت مي كابي ماركا ايطو سون كان واقف، كان راقد واقف داير هاك راقد تصاب الغاشي يجري راح يجري معاهم ما على بالوش كلي ماركا. تعليق على هذا التصريح تاع بين مدد تمديد ومد وجر ومنا والله يسهل عليك. اقعد انا واحد الخطره قلت لك يا ودي الا راهم شتهم باللي راهم راضيين، دوموندي 10 ملاير في الشهر، دوموندي 100 مليون في النهار، لي فري تاعك تاع 100 مليون ماشي 10 ملايين، 10 ملايين قليلة. إلا شفتهم محتاجينك دوموندي 10 ملايين في النهار، دوموندي 100 مليون في النهار، 100 مليون في النهار، 100 مليون دوموندي، دوموندي شهرية تاع 10 ملاير، أنا نقول لك دوموندي شهرية تاع 10 ملاير، سامحني. ما تصيبش لوكازيو كيما هكا. تعليق على تصريحاتي هذا المدرب وين كتصحيح لرئيس الاتحادية وكنصيحة لرئيس الاتحادية والسلطة العليا المسؤولة عن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، باش يكون على بالكم. يجب عدم التسرع في تمديد عقد الذي ينتهي في شهر ديسمبر 2022. سنين فرض شروط مسبقة على هذا المدرب وين تتعلق بالأهداف المطلوبة تحقيقها كوصول إلى المربع الذهبي في كأس إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم. ثالثا مؤشرات الأخيرة أظهرت أن المنتخب الحالي وبهذا العناصر الضعيفة جدا يعني وإن لإحراز الألقاب والإنجازات يعني تبقى من الأحلام السبعة. رابعا المنتخب الوطني في حاجة إلى تشبيب عناصره تحسبا لاستحقاقات القادمة والتي نرى بأنها غير موجودة. خامسا إحداث معسكرات التقائية لكشف مواهب في المنتخبات الوطنية الأقل من 17 سنة و20 سنة و23 سنة وفي المنتخب الوطني المحلي لتدعيم المنتخب الأول، لأن هذا المدرب لا يعمل
شاننا ما كاش خدمة. سادسا تكوين منتخب وطني أغلب عناصره شابة تشارك بكأس إفريقيا لكسب قوة والخبرة تحسبا لتصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا. وأخيرا إذ لم يستجيب هذا المدرب كعادته لمطالب الجماهير الرياضية وتم تمديد العقد، تأكد أن الألقاب والإنجازات ستبقى مؤجلة إلى موعد لاحق، يعني ريثما يتم يعني التغيير. أنا يجي يقول لك بلي أنا نتحمل مسؤوليتي الكاملة في كأس إفريقيا والإقصاء تاع كأس العالم، بصح كيف سهلة هذه تاع أنا نتحمل، بصح وين تتحمل الحليب؟ غادي تجي تقول لي حليب بيض، حليب بيض هو الحليب ما يجيش أحمر يجي بيض، شا غادي تقول لي؟ شا غادي تتهمني خويا؟ حمالك هذا كي نجيو نتكلمو كي دايرة المسؤولية هذه اللي تراك تهدر عليها. أنا أتحمل مسؤولية في إخفاق الكان الكاميرون وأنا المسؤول الأول على الإقصاء من كأس العالم، بصح كي دايرة كي دايرة راك حاط أنت مشروع تاعك راك حاط من مكاش مكاش. أنا وين نعرف بلي أنت راك غلط وراك تغلط؟ يعني كيفاش نتايا جايب زرقان دايرو من نهار الاول داير زرقان بارمي لي 18 يتبلي سالك بوداوي تجيب بندبكا يلعب تيتيلر زرقان ما يلعبش تجيب كي غادي يكون هذا التكوين وين لعاب يعني عنده 22 عام ولعب كاس العرب وتجي تقول له لا ما بغيتش نحطو تحت ضغط؟ يا ودي هذه مباراه ماهيش فاصله، هذه ماهيش دوزيام تور تاع كوب دي موند يا صاحبي. هذه ماهيش دوزيام تور تاع كوب دي موند امام المانيا ولا امام يا فايد لعب بن طالب عنده 19 عام قدام الالمان يا صاحبي. فايد لعب بن طالب عنده 19 عام يا رجال يتلعب ب 17 عام و 18 عام يا انت راك روطاره يا زداد قالك داير زداد قال عنده 27 عام راك داير هرو بلاصو تاع واحد صيفه كامله ما لعبش ما ترينا ما دار بريباراسيون. زداد قال لعب لي دار لي بريباراسيون تاعو مركب ونتا تاع الاسيست لعب لي ماتش اوفيسيال ودرت هرو بلاصو. هاو زداد قال بشي باغي تبينو في تو تبين في تو يقعد عطال هو الطوب. زداد قام بمشي انا نقول لك زداد قام ما بغيش تبين ولا زداد قام شتو ما تبينش بلي عطل هو الطوب. انت ملي جايب لنا بن سبعيني اللي راه مستوى تاعو مع المنتخب الوطني متراجع، هو هضروا الصح متراجع المستوى تاعو، ما جبتلوش الذرات تاعو ما جبتلوش. روح جبت بلال ابراهيمي ما كان والو زعما باش تبين لنا بلي بلايلي هو الافضل. يا ولدي ما كاش مشي كيما هاك، مش كيما هاك باش تبني، مشي كيما هاك باش تبني، مشي كيما هاك هاكا ما تبنيش. كنت دخلت الناس سليماني مع بلايلي مع بلال ابراهيمي كنت دخلت سليمان، بعد شوفوا دخلنا اندي ديلور مع الاخر هي باينه اندي ديلور لعب بريمير ميتو. غادي تشوفوا سليماني دونتري كونت نيجيريا يدخل شيكور كباب نيجيريا اللي راهي خطط نيجيريا تحسب بلي ماتش دو باراج ونيجيريا راه من الرقصه اللعب نورمال وراهم يرقصوا نورمال ما على بالك اش كاين. المهم جايين حضروا بيلعبوا نورمال وصحيح يشوفوا روحهم. مدرب اللي يقول لك بلي انا يا باين نخدم وجايب العجايز من بعد يقول لك رانا استفادينا من المباراه تاع غينيا، تحس بلي باجر راه يخاطب فيك. لازم يعني نقولوها ونعاودو كنصيحه لرئيس الاتحاديه والسلطه العليا المسؤوله عن الرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه، يجب عدم التسرع في تمديد العقد الذي ينتهي في شهر ديسمبر. هذه هي اللي نقولها لكم، يجب عدم التسرع مهما كانت النتيجة. أنا تبان لي بلي نيجيريا نربحوها خاطش نيجيريا جاي يسيروا روحهم وصايب حتى مكان. هذه هي أخويا، بلا ما تنساو عطونا الجام.
كومنتير، بارطاجيونا الفيديو باش ديما معاكم بجديد وفضح الحقائق. هذه هي صحيتو.